كيف تتعرف على بلد ما بحق؟ بمراقبة أهلها، شوارعها، أسواقها، أم أبنيتها؟ ما هي اللعبة التي تراها حيثما نظرت يلعبها الجميع بالأقدام؟ على الهضاب الرملية وفي الشوارع الفارغة وعلى الشواطئ، الحياة بحد ذاتها لعبة في معظم الأوقات، وتحصل على المعنى ليس من خلال لاعبيها وحسب، بل من خلال مشاهديها أيضا. سمعنا قصصا عن نوادي كرة قدم عظيمة وجوائز كبرى عدة مرات، إلا أن هذه اللعبة تعني أكثر من مجرد جوائز بالنسبة للبعض. شعار الأندية كان علمهم الوطني عندما كانت بلادهم محتلة، وكان ملعبهم ساحة صدحوا فيها بأناشيد الحرية في وجه العدو. أحياناً لست مضطراً أن تكون ضمن اللعبة لتصبح أسطورة. عندما تنظر إلى صراع أسلافك، عندها ستضطر إلى اعتناق الحب في بلد حيث الحب يعني الوداد. قبل الحرب العالمية الأولى عام 1912، كانت القوى العالمية مستعدة لإعادة رسم خارطة شمال أفريقيا، وكانت دولة المغرب مضطرة للخضوع لأسبانيا وفرنسا شأنها شأن الدول الأخرى. عام 1921 قام محمد عبد الكريم قائد المقاومة ضد أسبانيا وفرنسا بإشعال نار الرغبة بالحصول على الحرية. بفضل حركته المسمى من أجل الحرية لشمال أفريقيا، بقي إقليم ريف تحت سيطرة شعب البربر لمدة 5 سنوات، حتى استطاعت القوات الفرنسية والإسبانية قمع الحركة. لكن الروح المعنوية والرغبة في الاستقلال كانت قد اشتعلت في النفوس ولا يمكن إطفاؤها. نجاح الحركة أتاح الفرصة لتوحد الشعب المغربي. لجنة العمل المغربي التي تأسست عام 1934 جعلت اندماج الشعب المغربي في الحكومة ممكناً، وأخيراً أصبح للشعب المغربي صوتاً في الحكومة. لكن بعد كل صراع كان الضغط على الشعب يتصاعد إلى درجة أن الشعب لا يستطيع أن يكون منظمة اجتماعية على أرضه. كان واحد المسبح كيسميوه مسبح لابيسين دو كومبيتيسيون في المدينة القديمة. هذا المسبح كانوا الفرنساويين منعينو على المغاربة بما فيهم الجالية اليهودية المغربية. هذا الفرع ديال الوداد ديال السباحه اللي تاسس 1937 هو اللي سمح للمغاربه يدخلوا للمسبح البلدي. اذا المستعمر الفرنسي باللي جاتو الفكره من عند الوداديين، بعض الوداديين، بتاسيس هذا الفرع، اشترط عليهم ان القوانين الفرنسيه لتاسيس الجمعيات ضروره اشراك على الاقل 5 ديال الفرنسيين او حاملي جنسيه فرنسيه في التركيبه ديال المكتب المسير، المكتب التنفيذي ديال اي جمعيه يكونوا فيها ناس فرنسيين. هذا شرط اساسي. هذا كان اجتماع دعا ليه الحاج محمد بن جلول الله يرحمه كمؤسس، قد ينعقد باش يعلنوا على التاسيس ديال الاسم ديال فريق الوداد. الناس واحد المجموعه تاخرت، ما وصلتش للاجتماع، باللي جاو مؤخرين سولوهم عن سبب التاخير، قالوا لهم اننا كنا كنتفرجوا في واحد الفيلم في السينما الام كلثوم وداد. مني قال لهم ديك الاسم ديال الفيلم اللي هو وداد،
سمعت واحد الزغوده في احد البيوت اللي قريبه من البلاصه اللي كانوا كيتفاهموا فيها على الاسم، وقال لهم الحاج محمد بن جلون باللي هذا هو الاسم زعما اللي غادي نختاروه. في 1937 ماشي تاسست كره القدم، تاسست الوداد. اما كره القدم تاسست في المغرب في العشرينات، يعني في 1923 كانت الممارسة كرة القدم ولكن خاصة بالمستعمرين. إذن المباريات ديال الكرة ما بقاتش غير مباريات ديال الكرة، ولات فيها السياسة، ولات فيها البوليتيك في الكرة، بلي ولات فيها السياسة، ولا المستعمر الفرنسي كيما